وما زلنا معاكم من كل يوم حومة. والنهاردة احنا في منطقة راقية جدا اسمها منطقة تلال. هي منطقة تابعة طبعا لمدينة مكناس، ولكن تلال فيلات، كل المنطقة فيلات. اول حاجة هنا في المكان ان المكان كله فيلات، منطقة جديدة اسمها تلال. هنقول بسم الله ونصلي على النبي ونقول ما شاء الله تبارك الله والله أكبر، ونبتدي جولتنا في حومة أو في منطقة فيلات تلال بمدينة مكناس العاصمة الإسماعيلية. خليكم معنا. زي ما احنا شايفين مع بعض، المنطقة بالكامل منطقة للفيلات. طبعا في فيلات اتبنت برضو، وفي فيلات ما زال تحت الانشاء. هنا المغرب يا جماعة، كلنا نقول ما شاء الله تبارك الله ونصلي على النبي ونشوف هذه المنطقة وهذا الحي اللي كله فيلات في العاصمة الإسماعيلية مدينة مكناس الجميلة الغالية. بنحاول بقدر الإمكان نضعكم في الصورة ونوريكم الجمال والطبيعة والأماكن الجميلة في مغربنا الحبيب من خلال برنامجنا كل يوم حومة. تبارك الله ما شاء الله، تبارك الله ما شاء الله والله أكبر. منطقة تقريبا الجانب الأيمن منها كله فيلات، أما الجانب الأيسر ففي يوجد عمارات على الجانب الآخر من الشارع. المنطقة كلها زي ما انتم شايفين معانا عبارة عن فيلات. ها هو الشارع على مدى بصرك، فيلات، كاين اراضي فاضية، كاين مازال فيلات تحت الانشاء، كاين اماكن ساكنة، ولكنها في النهاية هي تعتبر منطقة جديدة من مناطق الفيلات اللي موجودة في مدينة مكناس الجميلة والغالية. شايفين طبعا الجو مش قادر اوصف لكم جمال الجو. انا بحب الاجواء دي جدا، الاجواء اللي بتكون فيها البروده كده وتكون المطره لسه، يعني يكون الشوارع لسه مبلوله منديه والشجر الريح كده يضرب في الشجر. شوف كاين حتى الاماكن اللي ابتدوا حفر ليها بس يبتدوا انشاءات فيها. شوف تبارك الله، هذه الفيلا مودرن معمولة شكل رائع، ديزاين بتاعها جميل تبارك الله. يا رب يكون الحي والحومة بتاعت اليوم عجبتكم من مدينة مكناس، حومة أو حي تلال، حي الفيلات. معرفش هي حومة كلمة تنطق على الأحياء الشعبية فقط أو على كل الأماكن، سواء شعبي أو كان كلاس، يعني قولولنا في التعليقات. وفي مدرسة، هي شايفين المدرسة، شايفين مدرسة، قولولنا في التعليقات يا جماعة. هنا تكون خلصت حومة اليوم أو حي فيلات تلال اليوم، ونشوفكم في حي جديد ومكان جديد، مش في مكناس بس، في كل المدن المغربية
وفي كل المدن والأقاليم من طنجة للجويرة إن شاء الله، مستمرين معاكم في كل يوم مكان جميل في مغربنا الحبيب.